السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم إلهام بوزان. بفيديو اليوم رح أتحدث عن الأحداث والتطورات الأخيرة اللي عم بتصير بألمانيا بخصوص أزمة السكن. كلياتنا عم نلاحظ الارتفاع الهستيري بأسعار الإيجارات في كل المدن الألمانية بدون استثناء، وحتى ارتفاع أسعار العقارات الإيموبيليين بشكل عام. هذا الشيء أدى من حوالي أسبوع تقريباً ببرلين بخروج آلاف الناس بمظاهرات تطالب الدولة بالتدخل لمنع استحواذ الشركات على سوق البيوت والتحكم بأسعار الإيجارات. في شركات ضخمة تمتلك آلاف المنازل والبيوت، وإحدى هي شركات تمتلك 112 ألف شقة ببرلين. فعم يصير الموضوع احتكار، وهذا الشيء اللي عم يمكن هي الشركات من التحكم بأسعار الإيجارات، بالإضافة أيضاً للمعاملة السيئة في بعض الأحيان. فتم إطلاق عدة مبادرات للتظاهر وجمع 20 ألف توقيع لعمل استفتاء شعبي وإجبار هي الشركات اللي عندها أكثر من 3000 شقة على بيع البيوت للدولة كرد فعل على الأسعار الجنونية. وطبعاً نجحوا بجمع أكثر من 20 ألف توقيع، وهذا الشيء يعتبر كافي قانونياً للنظر بالموضوع، ولكن يوجد رفض قطعي من قبل الأحزاب الحاكمة على نزع ملكية هي البيوت من شركات الإسكان. حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بيشوف الموضوع هو عبارة عن فكرة اشتراكية مرفوضة تماماً من حيث المبدأ، وإني كمان ما بتحل المشكلة. طبعاً ألمانيا دولة رأسمالية ومسموح إنك تكون غني وتمتلك عقارات بالمليارات، وهذا شيء طبيعي جداً وما حدا له معك شيء نهائياً. وبالنسبة لحزب الاس بي دي الشريك بالائتلاف الحاكم، فأيضاً بيرفض الفكرة وبيشوفها غير مناسبة. ولكن حزب الخضر داعم للموضوع ومع فكرة عودة هي البيوت للدولة أو البلديات. والمشكلة الأكبر حالياً أن في حال استجابة برلين لهي المطالب، فهذا شيء ممكن يكلفها حوالي 30 مليار يورو، علماً بأنه ولاية برلين عليها ديون تبلغ 57 مليار و600 مليون يورو. هذا كان كل شيء حول التطورات والأحداث الأخيرة اللي عم بتصير بألمانيا حول موضوع أزمة السكن. كان معكم إلهام بوزان، تبقوا دائماً بخير وصحة وسلامة. تحياتي لكم جميعاً، إلى اللقاء في فيديو قادم.